من أهم وأجمد ملوك الموضة في 100 سنة اللي فاتوا، عز الدين علي. تاريخ كبير وطويل، إبداع مفيش زيه، وفي حتة تانية لوحده. عز الدين من أصل تونسي، وابتدى رحلته في فرنسا في أواخر 50s. ما اعتمدش على موهبته بس، وزي أي حد عنده نظرة بس في نفس الوقت فاهم كويس بيعمل إيه. ابتدى طريقه أنه اتدرب عند أهم بيوت الأزياء اللي أي حد يتمنى أنه يشتغل فيها، زي ديار ولاروش. وفي أواخر 70s فتح العلامة التجارية الخاصة بتاعته هو، ونجح نجاح رهيب من أول خطوة، وده كان بسبب تصميماته اللي فيها قصات مدروسة مخصوص لنحت شكل الجسم بطريقة راقية وشيك. في أول 80s اسمه لمع أكتر، وبقى على لسان كل حد في فرنسا، وطبعاً بقية الدول الأوروبية وأمريكا كمان، وأخد جوائز كتير. وده ما كانش حاجة عادية، وما كانتش بتحصل وقتها خالص، إن مصمم أزياء يتكرم زي الطريقة اللي اتكرم بيها في حفلة الأوسكارز للأزياء اللي نظمتها وزارة الثقافة الفرنسية، وده شيء عظيم ووسام مهم في عالم الموضة. وقدر إن هو يعمل علاقات كويسة كتير بنجوم الموضة وقتها، زي علاقته الكبيرة بالسوبر موديل نيومي كامبل. ومن أهم المودلز اللي كانت بتلبس من تصميماته كانت ليندا إيفانجليستا. اتوفى عز الدين في 2017، بس اسمه هيفضل دايماً محفور في ذكريات الموضة العالمية.